اليوم الفرق ديال النادي العصبة القسم الوطني الاول والقسم الثاني على راسهم رئيس اللجنه ديال الفوتسال قررنا نكرموا الشخصيه العظيمه اللي عندنا في هذه المدينه وهذا المدرب الكبير اللي دا ثلاثه القاب للقاره الافريقيه هو وقيل اكثر القاب في المدربين في المغرب ونتمنوا له التوفيق ونتمنوا له الصحيحه ديالو تكون بخير وعلى خير وشكرا والدعم ديالي انا راه كبر معايا وكبرت معاه دونك الطريق انا وياه والتاريخ طويل اللي يلاه بدا المصير ديالو وقبل ما نبدا انا راه كان هو تيحب يكون مدرب ودابا تيدير الخدمه اللي تتعجبو ونجح فيها ونزيدوا ليه نتمناو ليه الصحيحه طول العمر لوليداتو اهتمامنا خاصو نلعبوا بطولات فئات صغرى باش يبقى عندنا هذاك المستقبل ديال الانديه ديالنا اللي تنتمنى هي مدينة قنيطرة تدخل في خريطة كأس العالم هذه رسالة لوزير الداخلية وزير المالية وسيف وزير القزاع ووالي الجهة وعامل إقليم قنيطرة رئيس مجلس البلدية رئيس مجلس إقليمي رئيس مجلس الجهة بأن كاين كأس العالم ديال الفوتسال قنيطرة تكون محطة من المحطات الكبرى عندنا 7 القاعات ونبنيو قاعة كبرى ديال 10,000 ولا 20,000 متفرج باش حتى مدينة قنيطرة تحتضن كأس العالم ديال الفوتسال ونكونوا موجودين خاص المنتخبون والمسؤولين على الجهة قنيطرة تدخل في خريطة كأس العالم 2030 إن شاء الله بيد الله علاش قنيطرة هي الوسط بين المثلث اللي فيه أكثر نسمة بين طنجة فاس الدار البيضاء إلا مشينا لفاس 180 كيلومتر إلا مشينا لطنجة 160 كيلومتر إلا مشينا للدار البيضاء 135 كيلومتر إلا مشينا الرباط 45 كيلومتر الى مشينا لمراكش 300 كيلومتر غيكون البراق ان شاء الله والناس كثيرين غيجيو لقنيطره غتلقاو الجوده والسكن موجود هنا ونكونوا في المستوى ديال نستقبلوا الضيوف ديالنا اللي غيكونوا معنا في كاس العالم ونتمناو كاع المجهودات ديال المنتخب ديالنا وديال السلطات ديالنا يجتهدوا باش يطلعوا بالمستوى ديال مدينه قنيطره